أول الكتب اللي بنجيف معاها كتاب التصوير الفني في القرآن الكريم، اشتريناه من الدار السودانية للكتب بيجاي. طيب أول مسألة تلقاها في الكتاب ده من 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 أعظم المسائل، الزول ده بيتكلم في الأنبياء كلام عجيب، سيد قطب، وده بدافع عنه الآن ناس عبد الحي يوسف، عنده مقطع في اليوتيوب قال سيد قطب رحمه الله قال إمام قال سيد من سادات المسلمين. قال بعد ذلك سيد قطب أيها الإخوة الكرام سيد من سادات المسلمين، فهمت؟ وللأسف الشديد حتى أنصار السنة ذاتهم بدافعوا عن سيد قطب، صار السنة ذاتهم، فهمت؟ هم ذاتهم بدافعوا عن سيد قطب. هنا قال لنأخذ موسى إنه نموذج للزعيم المندفع العصب المزاج، تكلم عن نبي كريم من أنبياء الله سبحانه وتعالى، وهو نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام الذي قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله شنو وجيها. ده سيد قطب بيطعن في نبي من الأنبياء الكرام وهو نبي الله موسى، وقال نبي الله موسى ده إنسان قومي، يعني بيتعصب لقومه، وإنسان مندفع مندفع وعصب المزاج، فهمت؟ شوف الكلام ده، وده كفر بالله، لأنه الطعن في نبي من الأنبياء هو طعن في رسالة هذا النبي، وهو كفر بالله سبحانه وتعالى، لأنه ربنا قال الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، أي ومن الناس رسلا، فربنا ما ممكن يصطفي إنسان إلا إذا كان هذا الإنسان يستحق هذا الاختيار، والله هو الحكيم العليم الخبير الذي يعلم مآلات الأمور، كيف يختار الله سبحانه وتعالى إنسانا عصبيا متعصبا لقومه مندفعا لا ليست له روية كما يصور سيد قطب، عرفتها؟ فده زول بيطعن في الأنبياء، وذكر كلام كثير جدا هنا صفحة بتاعت 200، وكله كلام باطل، فهمت؟ وكلام وكلام كله لا أساس له من الصحة. يطعن في هذا النبي الكريم وأنه يسب هذا النبي الكريم ويقول أنه عصبي المزاج، وهذا من الباطل الواضح والكذب الفاضح الذي عند سيد قطب وغيره من الأنبياء